السلام عليكم جميعا ومساء الخير للأخوة الضيوف الأكارم، ومساء الخير للمشاهدين علينا في كافة منصات مركز أورسام للدراسات. اليوم في عنا ندوة من ندوات مركز أورسام نافذة على الشرق الأوسط، لح تتكلم عن حادثة أو ظاهرة أو تسمى ما تسمى، وهي الانتخابات التي قام بها النظام مؤخرا في سوريا، الانتخابات الرئاسية. معنا نبذة من خيرة الباحثين والخبراء السوريين في بهذا الشأن وبمختلف القضايا التي تتعلق بسوريا. معنا رح يكون معنا اليوم بهذه الحلقة الدكتور سمير العبد الله، وهو حاصل على دكتوراه في التاريخ المعاصر من جامعة حلب، وباحث أساسي في الشؤون السورية بمركز أورسام للدراسات. معنا الأستاذة هادية العمري، وهي محامية مختصة في قضايا ما بعد السلام وحقوقية أيضا، مؤخرا تقوم بالعمل على موضوع الانتخابات. كتبت على ما أظن في كانون الثاني 2020 قبل حدوث الانتخابات بفترة طويلة عن هذا الموضوع، وتحدثت عن الأمور التقنية التعلق فيه، وهي أيضا باحثة مقيم في مركز عمران. معنا الأستاذ أيضا الأستاذ منير الفقير، وهو ناشط حقوقي وسياسي، عضو في رابطة الكرامة المواطن السوري، وباحث في مركز عمران. ومعنا الأستاذ الزميل العزيز قطيبة لدلبي، وهو مسؤول ائتلاف في الولايات الأمريكية المتحدة، وباحث أيضا باحث زميل في مركز دراسات الشرق الأوسط في واشنطن. نبدأ الآن، يعني سوف يتم التطرق إلى موضوع الانتخابات من عدة محاور مختلفة، محاور الواقع المحلي والسياسي والقانوني وغيرها. نبدأ الآن مع الدكتور سمير. دكتور سمير، بداية فيما يتعلق بالانتخابات، الواقع لهذه الانتخابات في مناطق محددة في سوريا، في شمال شرق سوريا، كيف كان لهذه الانتخابات، كيف كان لها الأثر على تلك المناطق، كيف قامت قصد قوات سوريا الديمقراطية بالتعامل مع تلك الانتخابات، مع هذه الأمور، وما هي الإجراءات التي قامت بها، بالإضافة إلى ماذا ترى أنت حضرتك أنه ما الذي سوف يترتب الآن في مرحلة ما بعد الانتخابات بسبب الإجراءات التي قامت بها قصد أو طريقة تعاملها مع تلك الانتخابات؟ تفضل دكتور سمير بعشر دقائق لو سمحت. شكرا جزيلا أستاذ نوار. بس توضيح، أنا خريج جامعة عين شمس وليس جامعة حلب. طبعا الانتخابات، يعني في السياق السوري حاليا الذي تجري، سوريا اعتادت على موضوع الاستفتاءات منذ عام 1963. في عام 2012 النظام عدل الدستور أو أنتج دستور جديد، انتقلنا لموضوع الانتخابات، لكن بقيت بنفس الشكل أو بنفس الهيكلية. فأي مرشح يحتاج إلى تأييد 35 عضو مجلس شعب ليتمكن من الترشيح، يعني حتى ليس كبقية الدول مثلا 50,000 مواطن أو غيرها من هذه الأمور. فالعملية ما زالت تجري وفق السياسة المرسومة لعملية الانتخابات منذ استلام حزب البعث الحكم في سوريا. طبعا غالب الشعب السوري حاليا هو خارج المعادلة، سواء الموجودين في مناطق النظام أو في مناطق المعارضة أو حتى في خارج سوريا. المقاطعة للانتخابات كما ذكرت كانت في مناطق المعارضة وفي مناطق شرق الفرات، يعني قسد وحتى المجلس السياسي المسمى مسد اتخذ قرار في بعدم السماح للنظام توزيع صناديق الاقتراع في المناطق التي يسيطرون عليها، وبالإضافة إلى ذلك أغلقوا المعابر بين مناطق النظام ومناطق سيطرتهم في مناطق الجزيرة السورية. لماذا اتخذوا هذا القرار؟ طبعا قصد في النهاية لن تستطيع اتخاذ هكذا قرار لو لم يكن لديها ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. يعني كان هناك وساطة روسية حاولت، يعني بعد الأزمة التي حصلت في حي الطي في الأشهر الماضية بين قوات النظام وبين العناصر قسد، تدخل الوسيط الروسي
حلوا مسألة التصعيد العسكري، لكن مسألة الانتخابات لم يستطيعوا الوصول إلى اتفاق مع قسد حولها، لذلك قسد بضوء أخضر أمريكي رفضت فتح صناديق الاقتراع في مناطقها. طبعا أغلقت المعابر يوم الخميس يعني بعد الانتخابات بيوم، عادت فتح المعابر مع مناطق النظام. طبعا تأثير هذه الانتخابات وماذا سيكون، يعني طبعا إذا وضعنا الانتخابات في سياقها في سياق الحل السياسي في سوريا، هي خارج هذا النطاق. يعني مسار الحل السياسي اللي بدأ مع القرار الدولي 2254 كان ينص على هيئة حكم انتقالي، وبعد ذلك تجري انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية. لكن النظام وبتشجيع بالفترة الأخيرة من روسيا، حلفائه روسيا وإيران، حاول الهروب للأمام. طبعا الانتخابات هي يعني توقيت الانتخابات هو محدد من قبل ذلك، يعني من عام 2014 معروف أنه كانت ستجري انتخابات في عام 2021 وفق الدستور الذي يستند له النظام السوري. لكن كان هناك محاولة أو رغبة من بعض الدول اللي راغبة بالحل السياسي بتأجيل هذه الانتخابات أو إيجاد صيغة أو الإسراع بعمل اللجنة الدستورية ليتمكنوا من وضع دستور جديد تجري بموجبه الانتخابات. لكن النظام وحلفائه أساساً لا يرغبون بذلك، يعني يرغبون حتى الآن بمضيعة الوقت، إضاعة الوقت وكسب الوقت حتى تتغير مواقف الدول، وخاصة يعني أنه حاليا في سوريا هناك هدوء في الجبهات العسكرية وهناك عملية سياسية شبه ميتة. فبدأنا نجد مواقف كثير من الدول بدأت تتغير من الأزمة السورية، من الدول العربية وحتى من الدول الأوروبية، فالأزمة السورية لم تعد أولوية بالنسبة لهم أو القضية السورية. لذلك نجد بداية أو تدريجيا تغير في المواقف، وهذا ما أراده النظام، أراد كسب الوقت وإطالة أمد الأزمة حتى تتغير هذه المواقف. فما هو التأثير برأيي؟ العملية الانتخابية والانتخابات السابقة جرت في عام 2014 في ظل الزخم الإعلامي والدولي والاهتمام الدولي في ما يجري في سوريا، ولم يكن لها أي تأثير. يعني الانتخابات 2014 هي مشابهة حتى بالسيناريو كله، يعني حتى بالاحتفالات وبالشكل الذي جرت، ثلاثة مرشحين والتوزيع الجغرافي للمرشحين والطريقة، هي طريقة مشابهة 100%. يعني نظام لم يبتكر سيناريوهات جديدة للانتخابات، لم يكن لتلك الانتخابات أثر، وبالإضافة إلى هذا لن يكون لهذه الانتخابات أثر. التعويل طبعا معنى السيد قتيبة إدلبي هو الأدرى بالموقف الأمريكي، يعني الجميع ينتظر الموقف الأمريكي ماذا سيكون عليه، وخاصة أنه يوجد لقاء قريب بين بوتين وترامب، بوتين وبايدن آسف. المناطق ماذا جرى في مناطق تحت سيطرة النظام في الشرق وشمال سوريا؟ نعم هناك كان هناك صناديق في ريف حلب في المناطق المسيطرة عليها من قبل النظام، في الجزء الجنوبي من نهر الفرات في الرقة، في ليس في مدينة الرقة يعني في أرياف الرقة التي تحت سيطرة النظام، أرياف دير الزور، الناس أجبروا على الذهاب على إلى الانتخابات، حتى أنه يعني من لم يشارك بالاحتفالات الوطنية كما يسمونها بين هلالين التي جرت قبل الانتخابات تم فصلهم من وظيفتهم، ومن لم يشارك في الانتخابات كان يتعرض لملاحقة، بدأوا في ملاحقة أمنية له. يعني أعرف كثير من الحالات تم اعتقالها بعد الانتخابات، وبعضهم تم فصلهم من الوظيفة فقط لأنهم لم يشاركوا في العرس الوطني كما يسميه النظام. فلدينا العملية السياسية ميتة حاليا، متوقفة، هناك جمود كبير في العملية السياسية. السماح بالانتخابات أو التصعيد يعني روسيا أرادت الهروب للأمام مع النظام بهذا الموضوع، هذا الأمر سيعقد المسألة السياسية، العملية السياسية، وربما يتوقف الموضوع على موقف المعارضة. يعني هل ستستمر المعارضة باللجنة الدستورية؟ خاصة اللجنة الدستورية صار لها سنتين ولم تنتج أي شيء حتى الآن، والجميع يعرف أن النظام يريد التعطيل. فالموضوع متوقف على موقف المعارضة بالنسبة للعملية السياسية. العلاقة مع قسد ما زالت علاقة شد وجذب بين النظام وقسد، ويتوقف الأمر على شكل هذه العلاقة ونوعها على السياسة الأمريكية التي ستكون في الفترة القادمة. شكرا.
شكرا دكتور سمير على هذه المداخلة القيمة، فعلا تكلمت عن نقاط أساسية فيما يتعلق بطريقة تعامل المناطق قسد وطريقة تعامل النظام في كيفية التعامل مع البيئة أو البيئة الحاضنة في تلك الجبهات. هلا بما أننا نحن نتحدث عن الواقع المحلي، رح أنتقل للأستاذ منير الفقير. أستاذ منير، نحن لاحظنا كيفية الانتشار الجغرافي للحملات التي الحملات التي الحملات الإعلامية والتسويقية التي قام بها النظام فيما قبل الانتخابات وخلال الانتخابات. هلا برأيك أستاذ منير، ما هو الهدف الأساسي للنظام كان من هذه الحملة؟ نحن نعلم جميعا ما هي نتيجة الانتخابات، حتى حاضنته الشعبية تعلم ما هي نتيجة الانتخابات، ولكن ماذا أراد النظام أن يحصل أو يستفيد من هذه الحملات التي قام بها؟ بالإضافة إلى رأيك الشخصي أستاذ منير، تحليلك الشخصي للذي حدث في مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي أزعج الكثيرين الكثيرين وظن البعض أنه عدنا إلى مرحلة التجمعات الهائلة. تفضل أستاذ منير. مساء الخير للجميع، الله يعطيكم العافية وشكرا لهذه الدعوة الطيبة. يعني أنا كثير بتقاطع مع الكلام اللي تفضل فيه الزميل أستاذ سمير، وبقول خلينا نيجي على مناطق النظام بعد فشل أو تعثر المسار اللجنة الدستورية، والأهم إدراك الروسي لتعثر وعدم جدوى هذا المسار. اليوم الروسي راح متجه أكثر لتثبيت وضع قائم في على امتداد الجغرافيا السورية وشرعنة هذا الوضع. بيهمه كتير أنه أنه النظامي يستعيد جزء كبير من شرعيته، بهمه كتير يرجع عدد كبير من اللاجئين لمناطق النظام. كله هذا بهمه لأنه بيحب يثبت مكتسبات روسيا في مرحلة ما بعد الحرب، وبيعزز فرص روسيا للاستثمار في إعادة الأعمار بعد رفع العقوبات. فمن هذا الجانب جاء الاهتمام الروسي بالانتخابات والزخم الكبير اللي الاهتمام الروسي واهتمام الإيراني بالانتخابات والزخم الكبير اللي شفناه بالانتخابات، هذا على المستوى الروسي ومناطق النظام. هلأ إذا جينا عند النظام نفسه، باعتقادي أنه النظام اليوم ومن بداية الثورة السورية المباركة كان دائما يعني في عفوا على الكلمه هناك كتالوج او منوال او كذا ماشي عليه النظام، هو كتالوج الثمانينات. انا بعد ما اقدر اسحق الحاله المعارضه بدي رسخ واقع جديد، ابني شرعيه جديده واعمل درجه معينه من الانفتاح الشكلي مع الخارج اللي بينبنى بعد بناء هي الشرعية، بعد ما كسب الشرعية السياسية وكسب شرعية محلية بالقوة. فهو الكتالوج نفسه عم يصير، نحن بسنة 84 بعد ما سحق حافظ أسد المعارضة الإسلامية المسلحة بالثمانينات، كان عندنا انتخابات 84 شهدت نفس هذا الزخم اللي شفناه هلأ بالأكثر. يعني أو هو هذا بعتقد أنه بيوازي يعني بشكل كتير بشع، يعني أجبر الناس بالقوة على الخروج بالمظاهرات، أمهات المعتقلين أجبروا بالقوة، يعني وعدوا من حافظ أسد أنه تعوا طلعوا ونطلع لكم أولادكم اليوم الثاني، فأجوا مئات أمهات المعتقلين إلى قرب القصر بالشام بالمهاجرين وهتفوا صوروا الإعلام بعدين رشوهم بالمي وطردوهم ولم يخرج أحد من أولادهم. فنفس الشيء اليوم عم يصير، هناك حالة من القهر المتعمد من قبل النظام للحاضن الشعبي. الشيء اللي الحاضن الجمهور السوري بشكل عام، الشيء اللي بنضاف على هي اليوم بهذا الجانب بهذا الاستحقاق، خليني أقول
اللي هو انه نظام عشيه الانتخابات او عشيه هذا الاستحقاق، واذا بنحكي عن عشيه فبنحكي قبل شهرين من هذا الاستحقاق، كان داخل بمرحله الروس حكوا وقالوا انه هناك مخاوف من انهيار الدوله السوريه، واذا اعتبرنا انه الدوله السوريه معجونه بشكل عضوي بالنظام فهناك مخاوف من سقوط النظام لاسباب عديده، ليس بسبب ثورة ولكن بسبب تفكك داخلي. الحاضن القريب جدا من النظام هو من يعاني من تفكك، هناك حالة احتقان كبيرة حتى في الساحل، هناك انقسامات عفوا استخدام هذه المفردة داخل حتى الطائفة. فالنظام يريد من هذه الانتخابات إرهاب هذه الحالة، حتى إرهاب حاضنته التي وقفت معه في البداية، أنا موجود وستنتخبونني بالقوة، وأنا أمر واقع، وأنا والناس والكرة الأرضية كلها بتعرف، والعالم كله بيعرف، والمجتمع الدولي كله بيعرف أنه الانتخابات غير شرعية ولا تخضع لأي معايير للانتخابات النزيهة، والنظام يعلم ويعلم ويعني ويريد أن من الناس أن تعرف أنه يعلم ذلك وأن العالم يعلم ذلك، وانه ومع ذلك انا حجيبكم على الانتخابات لتنتخبوا وتصوتوا. هذا كتالوج حافظ اسد مشي عليه بهذاك الزمن، والناس تلقائيا اعترفت واعطته الشرعيه بالقوه وبالاجبار، انه هذا امر واقع، العالم ساكت عن هذه المهزله، والنظام يعرف ان العالم سيسكت عن هذه المهزله، ليس حبا بالنظام لكن لانه ما في اليوم اولويه حقيقيه لايجاد، ما في جديه حقيقيه لأحداث انتقال سياسي في سوريا. الدول وخاصة أمريكا وروسيا وقطيبة اللي ممكن يحكي أكثر، لحد الآن ما لا جادة بإحداث انتقال سياسي حقيقي. فاليوم هاي الانتخابات يراد منها تثبيت راهن سياسي أو واقع سياسي حالي، تثبيت حدود الجغرافيا وحدود السياسة. بيهتم النظام اليوم بهي الانتخابات بأنه بالنسبة حتى للخارج، رغم أنه قناعته أنه العالم كله مثل ما حكيت قبل شوي بيعرف أنه هي انتخابات ما لها شرعية وما لها نزيهة وفيها مخالفات وفيها كل شيء، لكن بيهتم يعطي انطباع أنه إذا أنا انتخاباتي ما لها نزيهة فالطرف الآخر معارضة وخاصة في غرب الفرات ما عنده انتخابات أساسا، فأنا أفضل السيء. فهذا وهذا ممكن يعني يحافظ على بعض الشرعية في الوقت اللي المعارضة في شمال غرب الفرات جزء منها مصنف إرهابي وجزء منها محسوب على تركيا اللي مو مرضى اليوم على وجودها في شمال غرب الفرات وفي أجزاء من شرق الفرات. ممكن يعني استاذ منير بس بدقيقه واحده تفضل. دقيقه امرين، طبعا شاهدنا اليوم او بخلال الانتخابات الحمله عوامل حجز الناس وقهرهم على الانتخابات وحتى تهديدهم بالخبز في بعض المناطق، انه ما في خبز اذا ما بتطلعوا على التصويت، وسمعنا وتواصلنا مع كثير ناس كانوا عم يبكوا بصراحه من الوضع ومن الدعايه الانتخابيه الموجوده. أنا بعتقد أنه هاي الانتخابات وخطاب بشار أسد مبارح هو عنوان لسبع سنين قادمة، سيكون هناك زيادة في الضغط الأمني على الناس، زيادة في القهر والقمع، وأيضا تصعيد حتى ضد المعارضين في الخارج ومحاولة لاستهدافهم. شكرا، آسف على الإطالة. شكرا أستاذ منير. لا فعلا يعني أعطيتنا صورة عن سؤال سألوه جميع المتابعين، إنه لماذا، شو اللي صار، شو سبب عودة هالأمور. شكرا أستاذ منير. ننتقل الآن إلى الأستاذة هادية العمري. أستاذة هادية، كلنا بنعرف إنه هاي الانتخابات ليست شرعية، ليس لها شرعية، ليست نزيهة من الناحية الثورية، من الناحية المنطقية، ولكن أستاذة هادية من الناحية القانونية، الواقع القانوني لتلك الانتخابات، حضرتك أنت عم تقومي بالكتابة عن الانتخابات منذ فترة وتتابعيها، فما هو يعني منظورك حول الواقع القانوني لتلك الانتخابات؟ وتتمل السؤال، هل خرج النظام عن الدستور فيما يتعلق بتلك الانتخابات؟
تفضلي أستاذة. شكرا جزيلا نوار، ومساء الخير جميعا. شكرا جزيلا جميعا. شكرا جزيلا نوار، ما بعرف اسمه صوتي لا عندي بس تمام. طيب، هو الحقيقة مثل ما تفضلت زميل نوار، يعني العالم كله اليوم بيعرف انه هاي الانتخابات ما لها شرعية. القاسم المشترك اللي ممكن الانسان يلاحظه بكل بساطة بين الكتابات اللي عم تنكتب بمختلف اللغات عن موضوع الانتخابات هو ملاحظة انه دائما عم تنوصف بالمهزلة او بالمسرحية. هذا الحكي ليس فقط من قبل السوريين، وليس فقط من قبل معارضة نظام الأسد، وانما بنشوفه من قاسم مشترك بين كل شيء مكتوب عن الانتخابات اللي جرت منذ أيام. فإذا بدنا نحكي عن موضوع الانتخابات من الجانب التقني، فبادئ ذي بدء، يعني إجراء الانتخابات بحد ذاته، إجراء العملية، هو أساساً مخالف للقانون الدولي. هي المخالفة بتجي من مخالفة ميثاق الأمم المتحدة، المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بتلزم الدول اليوم موجودة كعضو في الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن. وإذا بدنا نطلع على اليوم آخر ناظم قانوني للعملية السياسية السورية، العملية الأممية، هو القرار 2254 مثل ما تفضل الزملاء. فاليوم إجراء الانتخابات بحد ذاته هو مخالف له القرار مجلس الأمن 2254، فضلاً عن مخالفته لبيان جنيف اللي صدر ب 2012، فضلاً عن مخالفته للعملية السياسية برمتها اللي هي بدأت من شباط 2012 مستمرة لليوم بمختلف مراحلها بمختلف مساراتها، تجمع على أنه الحل يجب أن يكون في سوريا سياسي وليس عسكري. اليوم اللي عم نشوفه بسوريا هو تطبيق، هو ترسيخ، هو تأكيد، هو إمضاء على حل عسكري نفذه النظام مدعوم بحلفائه كانت ضحيته السوريين. فمن الجانب الأول تخالف القانون الدولي مجرد إجراء الانتخابات. إذا بدنا ننتقل للعيوب القانونية لعملية الانتخابات بحد ذاتها، فسواء من الناحية الدولية هي تخالف كمان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اللي بينص على أنه لكل مواطن الحق أنه ينتخب وينتخب، بينما بنشوف أنه الدستور المادة 84 فيه اللي هي بتذكر عدد من الشروط، ما رح أذكرها لأنه الكل صار بيعرفها ونحكى فيها كتير، سواء الإقامة المتصلة لعشر سنوات آخر عشر سنوات بسوريا، سواء الحصول على تأييد 35 عضو مجلس الشعب اللي أصلاً غالبية السوريين ما اختاروا لمجلس الشعب اللي اليوم موجود بسوريا بحكم كمان المنظومة القانونية الموجودة. فهي الشروط وغيرها اللي مذكورة بالمادة 84 بدستور 2012 بتحرم الحقيقة ملايين السوريين اليوم من أنه يترشحوا أصلاً لهذا المنصب، فضلاً عن أنه أصلاً أنه هن يشاركوا بالعملية الانتخابية. فاليوم عنا انتهاك صارخ من عدة جوانب بعدة بنود لكل من حق الانتخاب وحق أنه يترشح الإنسان السوري لمنصب لهذا المنصب، وخصوصاً يعني الحقيقة نسلط الضوء على الناس اللي هن قضوا عقود يناضلوا ضد حكم الأسد، واليوم هنن بكل بساطة محرومين من أنه يدخلوا ضمن منافسة قانونية، منافسة شريفة، منافسة مثل كل الدول، منافسة سياسية مقابل حزب البعث ولا مقابل نظام الأسد. فهي إذا بدنا نحكي من العيوب القانونية. طبعاً في جانب ممكن لاحقاً يحكي عنه الزميل منير أكثر، هو موضوع اللاجئين السوريين. اليوم يعني ممكن تختلف الدراسات عن والأرقام، للأسف ما في رقم واحد معتمد بموضوع عدد اللاجئين، عدد النازحين داخلياً، واللي بقدر شير لهم بكلمة هن المهجرين قسرياً من سوريا، وإنما كلياتنا بنعرف الكل قد ما اختلفت الأرقام هنن بالآخر هنن ملايين، يتجاوزوا خمس ملايين شخص. فإذا بدنا نحكي عن هذا الرقم فضلا عن
إنه الموجودين اليوم تحت سيطرة النظام هنن ويحق لهم الانتخاب قانونا اللي هنن سن 18 فما فوق، تمام، إذا ما استثنينا كل اللي استثناهن القانون المنظومة القانونية والدستور من الانتخاب. فوفق أحد الدراسات نشوف إنه عددهم أقل من 6 مليون اللي اليوم اللي كان بحق لهم ينتخبوا، بينما بيجي النظام السوري والنتائج بيقول إنه شارك بالانتخابات ما يقارب 14 مليون إنسان. بالإضافة لك كلياتنا بتوقع وصلنا على مختلف سواء تسجيلات صوتية سواء فيديوهات، الحقيقة مهزلة، يعني الحقيقة مضحك مبكي إنه الإنسان يشوف إنه ببلده عم تجري الأمور بهي الطريقة. يعني وصلنا مثلا أحد تسجيلات اللي مثل ما ذكر الزميل منير واللي هو رئيس اللي هو المسؤول عن أحد الأفران بأحد المدن، عم يقول للموزعين الخبز إنه بكرة اللي هو يوم الانتخاب بتجوا كل شخص معه 15 شخص ما عدا 15 شخص، مين ما كانوا يكونوا جيبوا إخواتكم جيبوا أمهاتكم جيبوا أولادكم جيبوا أولاد بالشارع، المهم إنه يجوا وينتخبوا بغض النظر عمره 18 سنة فما فوق فما تحت ما في مشكلة. يعني هذا الأمر اللي لاحظناه، يعني أنا شخصيا لاحظته من خلال أحد الأشخاص اللي هنن يعني من الدائرة القريبة اللي هنن بسوريا اليوم بمناطق النظام بمراكز الانتخابية، كانوا عم يقفوا الناس بالشارع، فأحد الأشخاص اللي أنا بعرفهم عمره 16 سنة قال لهم ما بيحق لي انتخب، قالوا له مو مشكلة المهم معك هويتك، وفعلا دخلوه خلوه ينتخب. عدة فيديوهات اليوم تم تداولها على وسائل الإعلام بشكل صريح، عفوا بدون أي خجل، عن كيف سواء العسكر يعني عناصر الجيش عم يختموا الوراء بالجملة، يعني الموظفين نفسهم أو بياخد من الشخص من المواطن هويته بينتخب عنه بيحط الورقة بالصندوق الانتخابي. يعني الحقيقة هي أدلة تدين أي عملية ديمقراطية بأي بلد يحترم النظام فيها نفسه، ولكن مثل ما تفضلوا الزملاء اليوم نحن قدام نظام لا يبالي، الحقيقة لا يبالي لا بالصورة الدولية لا بالصورة الوطنية ولا على أي ساحة هو يعني عنده مشكلة في مدى قانونية أو مدى شرعية الصورة اللي عم يقدمها، وإنما يعني فينا نقول يعني إذا صح القول هو يعني مثل ما تفضلت زميل نوار عم تقول إنه شو يعني مدى شرعية اليوم ما في شرعية للانتخابات الحقيقة، ومثل ما تفضلوا الزملاء يعني نظام يعرف ذلك، الناس بمناطق النظام تعرف ذلك، والمجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي يعرف ذلك، ولكن هو عبارة عن استكمال عناصر مشهد تمثيلي يحتاج النظام أن يمتلكه من أجل تمرير حالة معينة هي أصلاً موجودة انفرضت بحكم الأمر الواقع واستمرت. يعني أخيراً بس بدي جاوب على الشق الثاني من سؤالك زميل نوار، عم تقول إنه هل النظام عم يعمل الانتخابات هي خارج الدستور؟ الحقيقة إنه إذا منشوف أولاً تاريخ إصدار الدستور هو صدر بعام 2012، فضلاً عن إنه هو صدر عقب اندلاع الثورة السورية، فضلاً عن ذلك فهو صدر وفق تقرير أحد تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقول إنه البيئة التي جرى فيها الاستفتاء على دستور 2012 هي كانت بيئة غير آمنة وغير محايدة أصلاً للاستفتاء على الدستور، وإنما كان أثناء يرتكب النظام جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أوجدت حالة من الترويع على الأهالي بشكل أو بآخر تهددهم بأغراضهم المعيشية مثل ما ذكر الزميل منير، ومثل ما اليوم عم يصير مثل ما ذكر مثل ما تفضل بسنة 84، هي الحالة من الترويع والذعر تجبرهم على التصويت بشكل أو بآخر. فهي من ناحية الدستور 2012. من ناحية ثانية حتى إذا نلاحظ قانون الانتخابات الجاري اللي عمل فيه حاليا صدر بشهر آذار، إذا يعني ما أخطأت الذكر بشهر آذار 2014، يعني قبل شهرين تقريبا من انتخابات عام 2014، وبالتالي المنظومة القانونية اليوم موجودة بسوريا هي منظومة مصممة خصيصا على مقاس النظام الحالي، مصممة من أجل أن تخدمه وليس مصممة من أجل أن تخدم توجد حالة من سيادة القانون
في سوريا. فطبعا بالآخر يوجد ثغرات قانونية عديدة يعني، ولكن هذه الثغرات القانونية يعني على سبيل المثال ينص الدستور أنه سوريا بسوريا بالكامل بانتخابات رئاسة الجمهورية هي تعتبر دائرة انتخابية واحدة. اليوم ما يقارب 37% من الأراضي السورية خارج سيطرة النظام. فمثلا هنا من ناحية تانية مثلا قانون الانتخاب بيذكر انه يجب اقل من دقيقة استاذة هادية. تمام. قانون الانتخابات بيذكر انه يجب انه للانتخاب بالخارج، تصويت بالخارج، يجب ان يكون السجل الانتخابي عموما من اجل الداخل والخارج قبل شهرين على الاقل بالكامل مدقق ومحدث بالكامل. اليوم نشوف انه السفارات مثل سفاره ابو ظبي، شفنا الاعلان، بنشوف سفاره موقع سفاره الرسمي لوزاره الخارجيه السوري اعلن باواخر نيسان او بنصف نيسان انه تفضلوا هي استمارات اللي بحب يعبيها مشان تحديث السجل الانتخابي، وهذا الشيء ظل مستمر لحتى بدايه ايار. فاذا يعني ان شاء الله اكون غطيت بعض الجوانب، وانما الحقيقة بالفترة الأخيرة تم تغطيتها بشكل جدا كافي الجوانب القانونية للعملية. نعم، كفيت وفيت أستاذ هذا، شكرا كثير على مداخلتك. ننتقل هلأ للأستاذ قتيبة الإدلبي، ضيفنا من واشنطن. أستاذ قتيبة، يمكن أنت حضرتك دائما ممكن تتكهن بالسؤال اللي بده ينطرح عليك. السؤال هو أنه كيف المعارضة كجهاز كجسم سياسي تعامل مع حملة الانتخابات أولا، كيف تعامل مع الأحداث التي حصلت في فترة الانتخابات، وما هي الإجراءات التي يتم العمل عليها الآن بعد صدور النتيجة ولو بشكل رسمي؟ بالإضافة أنه لاحظنا أنه العديد من الدول أكدت أنه لا شرعية لتلك الانتخابات حتى وإن سمح أن الانتخابات تجري على أرضها. فهل سوف نشهد أنه تحرك من المعارضة للاستفادة من هذه التصريحات أو هذا 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 الأمر؟ شكراً، تفضل أستاذ قطيبة. شكراً جزيلاً لك أستاذ نوار وللزملاء الموجودين. حقيقة جهود الائتلاف بهذا المجال بدأت تقريباً من نهاية العام الماضي، مع قرب كان في حديث مستمر بالأوساط الدبلوماسية والبحثية عن موضوع الانتخابات بشكل عام، والخوف حقيقة من الاعتراف بالعملية الانتخابية التي جرت كجزء من تنفيذ القرار 2254. فبهذا السياق كان في لقاءات مستمرة وطلبات واضحة بإعلان موقف واضح وصريح برفض العملية الانتخابية بجلها، وتأكيد على موضوع أنه هي العملية الانتخابية بأي شروط حققتها، وطبعاً هي لم تحقق أدنى شروط الحرية للناخبين، بأن تكون هي العملية الانتخابية ليست تطبيق للقرار 2254. صراحة طبعاً الحمد لله مثل ما شفنا بالفترة الماضية كان في بيانات رفض الانتخابات من أغلب الدول الأوروبية، من بريطانيا، من فرنسا، من إيطاليا، حتى الدنماركي اللي مثلاً الحكومة الحالية عندها سياسات خليني أقول بقدر ما معادية للاجئين أو لوجود اللاجئين السوريين. صدر بيان من الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة برفض الانتخابات بشكل كامل. الأمم المتحدة أصدرت بيان برفض اعتبار هذه الانتخابات جزء من تنفيذ القرار 2254. كل هذا الأمر صراحة كان بسياق سواء الجهود اللي قام بها الائتلاف، ولازم كمان حقيقة نقدر جهود الأفراد والمنظمات والتحالفات اللي قامت صراحة بجهد كبير بسبيل نزع الشرعية عن هي الانتخابات والمناصرة بهي الأمور اللي كنا عم نحكي فيها. فهذا السياق بشكل عام للجهود حقيقة اللي كانت خليني أقول خلال الست شهور الماضية. اليوم هاي الجهود حقيقة هي جزء من مشروع أكبر الائتلاف عم نشتغل عليه، واللي هو نزع الشرعية من النظام بشكل عام بالمحافل الدولية. الائتلاف عم يشتغل بشكل حثيث على موضوع استلام مقعد الدولة السورية بالأمم المتحدة من النظام السوري. فجهود وفي نية الاستغلال أو في عمل على استغلال
المواقف الدولية هذه بمحاولة تحقيق تقدم بهذا المجال، نزع شرعية النظام بالمحافل الدول الموجودة سواء كانت الأمم المتحدة، الجامعة العربية أو غيرها من المؤسسات. وين ممكن تقودنا هي الجهود أو كيف يمكن استغلالها؟ أنا حأرجع للجهود، ضمن الجهود اللي قمنا فيها كان في لقاء مع مسؤول أمريكي هون يعتبر أحد كبار الدبلوماسيين ومستشار غير رسمي للرئيس بايدن، فكنا عم نحكي بموضوع الانتخابات، هذا الكلام تقريبا قبل شهرين، فقال لي بالحرف: قتيبة، متى اعترفت الولايات المتحدة بنتائج الانتخابات بسوريا بالأصل؟ فهو نوعا ما صراحة كان في حتى يبدو نوع من الاستغراب على الجهد الكبير اللي عم يقوم فيه السوريين لضمان عدم وجود أي اعتراف لهي الانتخابات. بس الشيء الأهم من ذلك واللي ذكره لي كبير الدبلوماسيين هذا، قال لي الاعتراف بيأتي بخطوات عملية ما بيأتي ببيان. لما الدول عمليا نحن عم نشوف مثلا كيف بعض الدول الخليجية عم ترجع تبني بعض العلاقات مع النظام من خلال أحداث مشتركة، من خلال مؤتمرات مشتركة، من خلال دعوة مسؤولين من النظام أو اللقاء فيهم. وصراحة هذا الخوف يلي الخوف هو من خطوات مثل هاي حقيقة. كيف نحن فينا نتغلب عليها؟ كيف فينا نحن نستغل هاي اللحظة الموجودة حقيقة بتحقيق شرعية أكبر لنا كمعارضة؟ التحدي صراحة هو بالشيء اللي ذكروه الزملاء بشكل أساسي، واللي هو أنه نحن نبني النموذج يلي نورجي فيه السوريين بداية والعالم ثانيا شو هو نموذج الحكم اللي نحن عم نحكي عنه، شو هو شكل الشريك يلي الشكل الشريك المحلي يلي السوريين بدهم يتعاملوا معه كنظام حكم، والشريك يلي الدول ممكن تتعامل معه ما بعد نظام الأسد. اليوم حقيقة الشركاء الثلاثة الموجودين على الأرض هو أسوأ ناس وأكثر ناس ارتكبوا جرائم بحق السوريين، من الناس اللي عم يثبتوا أنفسهم وناس عندهم هيكلية قيادة وسيطرة وحوكمة هو بشار الأسد ومظلوم عبدي والجولاني. وللأسف أنه هذول الأشخاص، أنه الأكثر ناس هي أجرمت بحق الشعب السوري، هي الناس اللي عم تقدم نفسها أو عم تحاول تسوق نفسها كشركاء للمجتمع الدولي. برأيي الشخصي التحدي الأساسي أمامنا، وهذا حقيقة الشيء اللي منتظرينه منا كثير من الشركاء بمقدمتهم الولايات المتحدة، إنه نثبت أنفسنا كشريك يمكن للدول أن تتعامل معه على الأرض. الشرعية لا تبنى بس بمجرد الاعتراف أو بمجرد السيطرة على مقعد معين أو يكون عنا تمثيل بدولة معينة، وربما هذا تحدي أمامنا. أنا يعني وضع المعارضة حقيقة سواء كان الائتلاف أو الحكومة المؤقتة نشأت كأجسام انتقالية، كمظلات لحتى تيسر التفاوض مع النظام للوصول للمرحلة الانتقالية، ما نشأت كأجسام لحتى تحكم السوريين، لحتى تأمن الحياة اليومية للسوريين، لحتى تتعامل مع التحدي الموجود أمامنا اليوم. وهذا التحدي هو أن النظام لن يقبل بشكل أو بآخر المسير ب 2254، روسيا لن تقبل بأي تفاوض أو تنازل عبر 2254. ضمن هذا السياق برأيي مكاننا كمعارضة ليس هو الانتظار لحتى النظام يقدم تنازل أو لحتى المجتمع الدولي يحاول يقدم لنا شيء حقيقة النظام وروسيا نفسهم رافضين يقدمه. التحدي الأساسي أمامنا هو نحن أنه نحاول ننتزع النفوذ اللي ممكن نقدر ننتزعه، وهذا النفوذ حقيقة هو موجود بمجال الحوكمة بمناطق المعارضة بالشمال الغربي، ليس الحوكمة بالمعنى المحلي الشديد، وإنما الحوكمة بإثبات أننا كطرف سياسي معارض قادرين أن ندير دولة. إذا نحن عم نقدم أنفسنا كشركاء يمكن لنا أن ندير أو أن ندخل بمنافسة شريفة مع كل الأطراف السورية في المرحلة الانتقالية السورية، إذا عم نقدم أنفسنا كطرف يمكن أن يدير المرحلة الانتقالية لبلد كامل كسوريا، يجب علينا أن نثبت أولاً أننا قادرين على أن ندير هي المنطقة الصغيرة اللي بحوزتنا بالشمال الغربي. وحين ننجح عملياً بشكل عملي بفرض أنفسنا كطرف فاعل في هذه المنطقة، كطرف قادر يقدم للسوريين ضمن شروط جداً محدودة بعض الاستقرار وبعض على الأقل رؤية للمستقبل القريب لعشر سنوات قادمة للسوريين،
بهذا الوقت الدول ممكن تقدم لنا شيء بالمقابل، ممكن تقدم لنا الدعم اللي نحن هذا حيكون النفوذ الأساسي لنا ضد نظام الأسد وضد روسيا، إنه نحن قادرين نقدم نموذج حكم يجذب السوريين لهي المناطق اللي تحررت من نظام الأسد. عملياً مناطق أنا ما زلت أسميها المناطق المحررة، لأنه الناس أستاذ قطيبة بدقيقة لو سمحت. تماماً. تفضل تابع. هي المناطق فيها عملياً عوامل كتير كبيرة تجذب كتير من السوريين، سواء تجذب السوريين ليوصلوا لإلها لتكون فعلاً مكان لهم، سوريا الحرة بالنسبة لهم، أو حتى تجذب ناس رؤوس أموال أو اقتصاديين. بس محتاجة أمرين، محتاجة نظام ومحتاجة استقرار، وهذا الشيء باختصار هذا الأمر هو التحدي الرئيسي اللي يجب على المعارضة تقدمه خلال السنة أو السنتين القادمين، وإلا أخشى أن تنجح معادلة النظام إما أنا أو الفوضى. شكرا أستاذ قطيبة على هاي المعلومات الواضحة الصراحة، واللي بتخلي الواحد يفهم بالضبط الأمور نوعا ما، أنه شو كانت الإجراءات لوين رايحة وشو الأمور اللي ممكن تصير بالمستقبل. أنا لح أغير الدور وبدي أرجع هلأ للأستاذ منير. أستاذ منير الفقير، فاجأتك صحيح بعرف. أستاذ منير، سؤالي لك هو أول شيء الموضوع اللي تطرقت له الأستاذ هادي على موضوع اللاجئين وموضوع النازحين، هذا أمر جدا مهم وبعرفك أنت ملم بهي الأمور، ولكن أنا عندي سؤال آخر أيضا. نحن شفنا النظام عم يحاول يروج لأنه استعاد نوع من أنواع الشرعية المحلية له في سوريا، ولكن تم درعا والسويدة، يعني ما حدث في درعا والسويدة صدم النظام بشكل أكيد، وحتى كان عبارة عن أمر خلى جميع السوريين المغتربين اللي قهروا من النظام أنه يشعروا بأمل ويشوفوا أنه لم يتغير شيء، ما زالت بعض المناطق رغم الحصارة رغم ما يسمى بالمصالحات مستمرة. أستاذ منير، سؤالي هو أنه برأيك ما الفشل اللي خلى هاي المناطق لسه تستمر بهالأمر، موضوع الانتخابات بالتحديد، وشو ممكن يترتب على هالشيء؟ هل نحن ممكن نشهد الآن تصعيد على مدنيين في تلك المناطق؟ بتحب أنت تبدأ موضوع اللاجئين أو بهذا الموضوع الأمر عائد لك؟ تفضل أستاذ منير. تمام. هلا بالنسبة لهدول المناطق بالأساس، خلينا ناخذ درعا. محافظة درعا الاتفاق لا يزال اتفاق الجنوب، اتفاق هش واتفاق قلق، والفرص اللي او الميزات اللي الحاضن المجتمعي في درعا حققها من الاتفاق كانت نسبة لاتفاقات الغوطة، او ما صار في اتفاق الغوطة، خليني اقول اتفاق مثلا شمال حمص، كانت اتفاقيات جيدة نسبيا. يعني احنا بعد 3 سنين 4 سنين لقينا انه النائل الحاضن الثوري ساته موجود بشكل او باخر، رغم وجود تغولات للاجهزه الامنيه للنظام، رغم انه ايران روسيا ما التزمت بضبط ايران في هي المنطقه، ايران رجعت عند منطقه الحدود والحدود الاسرائيليه الاردنيه السوريه، هذا المثلث ايران موجود اليوم بأغطية متنوعة، وأنت نوار أدرى مني بهذا الموضوع، متغلغلة في الجيش السوري، متغلغلة، وهذا الشيء جعل الاتفاق ما قلق، يعني جعله قلق. إسرائيل ما لرضينا الاتفاق، الأردن ما لرضينا الاتفاق. شو ليش عم بحكي بهذا الموضوع؟ عم بحكي بهذا الموضوع انعكاس هذا الموضوع على الحالة المحلية، خلى الحالة المحلية تحافظ على وضعها الأكثر استقلال، الأكثر استقلال أو عدم، يعني نظام ما له أدران يمسك الحالة أو يتسلل إلها الحالة المجتمعية في درعا، رغم الاختيارات اللي عم تصير بحق كتير الناس بدعوة مختلفة. بالمقابل دوما اللي صار فيها نظام بالآخير مركز العملية الانتخابية بالنسبة له، أو عاصمة العملية الانتخابية إنجاز التعبير، أو قطب الرحى بالنسبة له، واللي فات انتخب فيها لا يعني يعمل تحدي للمعارضة بعاصمة الثورة بريف دمشق. دوما كان الاتفاق مع الروسي فيها
أقرب لدرعا أنه النظام ما بيدخل لهي المنطقة، النظام ما أنتم عليكم الأمان كذا، النظام اليوم عم يعتقل ميدوما ويوقف الناس ويداهم، وبالآخر توج الموضوع بدخول النظام. فهلا بدرعا، بدرعا الناس قالت كلمتها، عندها هذا الهامش تقول كلمتها. الأمور بدرعا باعتقادي رايح على أنه ما تتثبت شرعية الأسد في هي المنطقة على الإطلاق، على الأقل بسبب تباين أو اختلاف المصالح الفاعلين الدوليين والإقليميين في هذه البقعة، والكلام اللي عم يحكي، الدفع اللي عم يصير هلأ من قبل عدة جهات لما يسمى بإقليم الجنوب. فهذا الإقليم مثل ما حكيت أنا بالمداخلة الأولى، هذا الإقليم يمكن يكون خارج، ما في سويدا، خارج المنطقة اللي هو النظام حاول يأسس بهي الانتخابات شرعيته فيها. إذا يعني إذا تطورت الأمور باتجاه لا سمح الله أقليم الجنوب، فبكون عندنا أقليم جنوب، أقليم شمال غرب، وأقليم شمال شرق، وسوريا المفيدة كما يسميها النظام. فبالتالي كمان هذا عامل آخر خلى أنه يكون في هناك يعني تكون في أريحية بأنه تكون هاي المناطق خارجة عن الصخب الانتخابي تبع النظام اللي عم يصير بقية المحافظات. بالنسبة للسويدة كمان نفس الحكم تبع درعا، أنه هي مرشحة أنه يكون في عنا شيء اسمه أقليم الجنوب، بالإضافة لأنه السويدة تحكمها تجاذبات بين النظام وبين القوى الثورية والقوى الحرة هنيك، وبين القوى المحسوبة على أطراف إقليمية محسوبة على إسرائيل. يعني في ثلاث يعني توجهات أساسية في السويدة، وبالتالي كمان هذا بيعطي أريحية لأهل السويدة. النظام ما بيقدر يفرض سيطرته بالقوة على السويدة بشكل كامل، هناك وضع خاص للسويدة بالإضافة للشيء اللي أنا حكيته عن السويدة. نجي على موضوع اللاجئين والمهجرين وبما يرتبط بموضوع جنوب سوريا، وكما تفضلت هادي قبل شوي، اليوم عندك أنت بالسويدة ودرعا حوالي يعني أنا ماني متذكر الرقم، لكن عندنا حوالي 2.5 مليون إنسان اللي بيقدر ينتخب، حوالي التلت هذا العدد أو نصف هذا أو أقل من نصف هذا العدد. طيب شفنا شو صار بدرعا والسويدة. نجي على الشمال، شرق وغرب. شرق الإدارة الذاتية منعت أي تفاعل مع الانتخابات، غرب من باب أولى. اليوم في اعتقالات من قبل الهيئة بحق كثير ناس مؤيدين للنظام بغض النظر عن موقفنا من هاي الاعتقالات. فالعملية، فأنت بشمال الفرات وغرب الفرات، في عندك الرقم المتأكدين منه بغرب الفرات عندنا حوالي 4 مليون بين مهجر ومقيم، وشرق الفرات بعتقد الأستاذ سمين يمكن أدرى مني، في عنا على الأقل مليونين، يمكن ما أعرف إذا رقم صحيح. وعندك بخارج سوريا في عنا 6 إلى 7 مليون لاجئ. في عنا 3 دول هي أكبر دول مستضيفة لاجئين في العالم، تركيا رقم 3 وليس رقم 2، ألمانيا رقم 2 هي لبنان، رقم 3 ألمانيا. ألمانيا وتركيا اليوم لم تجرى فيها انتخابات، فأنت كمان عندك حوالي 4 مليون في الخارج، هذول إذا نقول مليون منهم يحق له الانتخاب، ما كمان ما اقترع، ما انتخب. فأنت عم تحكي عن حوالي 3 مليون هذول بالمينيموم قطعوا العملية الانتخابية من أصل العدد اللي هو يحق له الانتخاب، اللي يمكن ذكره وزير الداخلية، يمكن اللي بيحق له الانتخابات حوالي 10 مليون. يمكن عندك 3 أو 4 مليون هدول ما انتخبوا. فهذا الشيء، هذا بالنسبة للموضوع اللاجئين. الأمر الثاني، اللاجئين اليوم أو النازحين، خلينا الأدي بيز بمناطق المعارضة، عبروا عن رفضهم للعملية الانتخابية، وهذا كمان كان له دور لا يقل عن الشيء، الصورة اللي حاول النظام يبرزها. يعني انت كانت صورة مضادة للشيء اللي حاول يظهره النظام، انه الحاضن اللي بيحق له ينتخب واللي ما بيحق له ينتخب،
اللي فوق 18 وهي تحت 18 هن رافضين مو بس للمشاركة بالعملية الانتخابية، رافضين لفكرة الانتخابات بوجود بشار الأسد في السلطة، ولا فكرة الانتخابات كتجاوز لشيء حكته هادية، تجاوز للاستحقاقات السياسية للعملية السياسية وقفز عليها. فهي الأمور كلياتها بتاخذنا لقضية مهمة اليوم، أنه هناك يعني تحدي كبير أمام اللاجئين أو أمام المهجرين السوريين بشكل عام، إن كانوا لاجئين ولا اي دي بيز ولا نازحين، يعني خارج البلاد أو داخلها، تحدي كبير لأنه هن يقدروا يفرضوا شروطهم لأي عملية مثل هي، إن كان لموضوع الانتخابات أو لموضوع دستور أو لأي شيء آخر، هنن قادرين يكونوا صوت معطل، لأنه هنن في أماكن أو في 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 قطاعات أكثر حرية في الحركة وفي التعبير السياسي مهما كان وضع هاي القطاعات من مناطق النظام. ف وهذا الشيء بعتقد، يعني أنا يمكن باعتقادي إنه التوتر اللي بدأ على رأس النظام امبارح مرده لهي الثغرات الكبرى من عدم مشاركة الجنوب ومقاطعة الشرق ورفض الغرب غرب الفرات، وأيضا الإقبال السيء جدا في خارج سوريا. يعني هلا لبنان نحن في متابعاتنا من قبل شهرين كان في مخيمات الشمال بعلبك، والمخيمات اللي هي تحت مناطق نفوذ حزب الله، كان هناك في عمليات ابتزاز للاجئين في هذه المخيمات وإجبار لهم على أنه يوقعوا استمارات من وقتها من شهرين. كان في استعداد لحزب الله لهي الانتخابات، وكان عم يحضر الناس لهي الانتخابات، ومع ذلك كان إقبال الناس بهي المخيمات قليل نسبياً. كان الاعتماد على الناس اللي هن شبيحة النظام في جبل محسن، هذول اللي شفناهم عم ينزلوا على الانتخابات. مناطق البقاع، يعني خلينا نسميه إذا جاز التعبير البقاع الأوسط، يعني عنجر وعرسال وكل هدول مقاطعة كاملة، الناس فعلا قالت كلمتها. إذا بنروح على الإحصائيات نسبة الذين شاركوا راحوا على السفارة ممكن ما بتتجاوز الواحد بالألف، أنا لو يعني كان لازم يجيب الرقم، لكن رقم كتير ضئيل ضئيل جدا. الصورة الإعلامية حول النظام يصدرها هي اللي ممكن توهم. أنا كل المداخلة اللي أنا بدي أقولها أنه اليوم عامل اللاجئين هو عامل كتير خطير بالنسبة بدقيقة أستاذ منير بشرعة الموضوع. وأنا بعتقد اليوم الروسي الشيء اللي كان الروسي عم يدفع فيه لعودة اللاجئين، أساسا الروسي كان بكل اتفاقيات الهدنة أو المصالحة أو التهجير كان ضد التهجير على عكس الإيراني، هو هاد أنه أنت خلي المواطنين السكان المحليين في مناطقهم هدول بالقوة بتجيبهم ينتخبوك، أما إذا طلعوا لبرا نزحوا أو طلعوا على الشتات ما حينتخبوك ما حيعطوك الشرعية، حيتموا دائما عامل مهدد للشرعية تبعك، حيرفع الصوت دوما في مواجهة أي محاولة لتثبيت شرعيتك. وهذا اللي عم يصير. يعني من جانب آخر أنه أنا قلت بالمداخل الأولى أنه أوكي النظام مو سائل عم يحاول يطنش كل عدم حالة عدم الشرعية، وبيعرف أنه العالم بيعرف أنه هو عم يزور وأنه انتخابات مالها نظامية، لكن من جانب آخر على عكس الثمانينات هناك أصوات ضخمة، هناك مجتمعات كاملة تم تهجيرها، اليوم نزعت الشرعية عن انتخابات الأسد. وشكرا. يعطيك شكرا، يعطيك ألف عافية أستاذ منير مداخلتك القيمة، خاصة بما يتعلق موضوع اللاجئين والنازحين والأمور اللي تتعلق في انتفاضة، أو ما لح أقول انتفاضة لأنه هو لم تهدأ، لم يهدأ الجنوب السوري على رغم من المصالحات التي يزعم أن الروس قاموا بها. هلأ لح أنتقل للأستاذة هادية. أستاذة هادية، سؤالي إليك يتعلق أيضا بردود الأفعال
كنقطة، ولكن بالأمور التي أراد النظام أن يحصدها خارجياً. شفنا في الداخل أن النظام حاول أن يوضح أنه هو عاد اكتساب شرعيته على الصعيد المحلي. طب دولياً النظام شو الشيء اللي أراد أنه تحصيله، على الرغم أنه معرفته في بعض الأمور أنه كان تحت تتطور وتشهد مثلاً مواجهات مثل ما حدث في بعض البلدان، أو هناك تصريحات ضد الانتخابات. يعني النظام داخل على هدف يحصل عليه على الصعيد الدولي. بالضبط شو هالشيء اللي كان عم يحاول يحصله النظام، وما الدور الروسي والإيراني بهذا الأمر؟ تفضل يا أستاذة. تمام، شكرا نوار. بداية يعني خليني أبدأ من حيث انتهى الزملاء موضوع الحكي عن موضوع القرار 2254. يعني اليوم اللي بيمنع اللي بيحول دون تطبيق هذا القرار، قرار مع أنه هو قرار مجلس أمن، هو الحقيقة عدم وجود إجماع دولي. شبكة المصالح المعقدة اللي اليوم موجودة تفضي لبقاء بشار الأسد، وهذا الأمر اللي هو عم يستغله نظام الأسد لحتى يستمر بالمهزلة اللي حكينا عنها، بالمسرحية، استكمال عناصر المشهد التمثيلي اللي بيقدمه كان قبل يقدمه قدام حاضنته وإلى حد ما إلى الخارج، اليوم عم يقدمه بشكل أساسي مثل ما تفضلت نوار للخارج. وبالتالي اليوم حقيقة ممكن يكون واحد من أغراض النظام هو إظهار عدم وجود هذا التهديد الحقيقي الذي ممكن أن يؤدي لزواله، سواء للخارج أو أمام الداخل السوري، إنه هو اليوم أمر واقع استطاع أن يربط اسمه بسوريا، استطاع أن يعني يقلب المعادلة من ثورة شعب ضد نظام حكم إلى حرب كونية ضد بشار الأسد، أو حرب كونية على سوريا. وبالتالي بدل مثل ما تفضل أحد الزملاء، صرنا بدل ما عم نحكي عن أنه عم نحارب نظام، صار عم نحكي عن سوريا. وبالتالي هذا الربط اليوم عم يحاول النظام من خلاله يثبت أنه هو اليوم أمر واقع لا سبيل لتغييره، ما في مصالح، ما في أولويات اليوم لشبكة المصالح الدولية لإزالة هذا النظام أو تغييره، ما في تهديد ذو مصداقية أو تهديد حقيقي يؤدي لزواله. عدا عن ذلك اليوم إذا بدنا نحكي عن مرحلة ما بعد الانتخابات، فالحقيقة أي إصلاح انتخابي إذا بنحكي عن عملية انتخابية هو يحتاج أساساً لإصلاح دستوري، وأي إصلاح دستوري هو يحتاج بالضرورة لإصلاح سياسي، وإصلاح سياسي لابد هو يتمثل بالنظام، برأس النظام بشكل أساسي، بالإضافة ل ينعكس على مؤسسات الدولة، استقبال مؤسسات القضائية إلى آخره. فاليوم شو اللي عم يحاول النظام يروجه؟ ممكن يكون قد يكون أحد أغراضه أنه بين قوسين استعراض للقوة، استعراض أنه أنا اليوم لازلت قادر على الحصول على هذا المشهد، على إتمام هذا المشهد كالعادة بدون نقصان، لازلت قادر على الحصول على هي النسبة اللي هي 99 ولا 95 ولا 94 يلي أنا حصلت عليها، اللي أنا دائما يعني ترتبط بي في من دون، بالرغم من كل التحديات اللي صارت خلال هالعشر سنوات وحتى مقارنة بسنة 2014، فضلاً عن كل التحديات اللي هي العقوبات، تحديات إعادة الأعمار، ضغوط الدولية، العزلة الدولية بالأحرى إلى آخره. فقد يكون أحد أغراضه استعراضه هو أنه لا زال اليوم موجود رغم كل التحديات الموجودة، وقد يكون من وجهة نظر أخرى هو الخيار اللي لا يوجد غيره أصلاً، هو اليوم أمام العملية السياسية المعطلة لا يملك إلا أنه يقوم بعملية الانتخابات. فبمعنى أنه اليوم عدم قيامه بعملية الانتخابات وفي موعدة يخلق ربما ثغرة في العملية السياسية،
خصوصا في عمل اللجنة الدستورية القائمة، وبالتالي تكون حجة عليه، لأنه لا يضمن المنظومة الدولية اللي هي وشبكة المصالح اللي هي ممكن تكون في حال أجل الانتخابات. فما فينا نجزم تماما كيف شو غرض النظام، وإنما ممكن نخمن بالنظر إلى هالخمسين سنة اللي صار له نظام الأسد عم يحكم فيها، والعقلية اللي عم يدير فيها عم يحكم فيها البلد، فممكن يكون من منظور مثل ما قلنا منظور أمني بسبب انعدام الخيارات، أنا قادر على ردع كل من هو ضدي يعني، والاستمرار بهذا المنظور اللي هو اليوم لا زال اليوم مستمر فيه. ومن جهة أخرى مثل ما قلت شبكة المصالح الدولية اليوم اللي تفضي لبقائه، من جهة ثالثة في عنا للأسف أداء سياسي لمؤسسات المعارضة مخيب لأمل السوريين، من جهة كمان أخرى في عنا وضع معيشي يقارب حد الكارثة الإنسانية. اليوم عنا أكثر من 82% بحسب آخر تقرير لصندوق الغذاء العالمي، أكثر من 82% من السوريين بمناطق النظام تحت خط الفقر، والنظام قادر اليوم على تهديدهم بأبسط الأمور المعيشية بالخبز وبالغاز وبجرة الغاز وبالبنزين وإلى آخره، كرمال يكونوا عم يؤدوا الواجبات الاستحقاق اللي هو بيقول الاستحقاق الوطني اللي هو عم يفرضوا عليهم، ولا خيار لهم، خصوصا بالنظر إلى العشر سنوات اللي هي منذ اندلاع الثورة ولليوم اللي هي كانت للأسف نتائج سواء خذلان المجتمع الدولي، سواء إجرام النظام، سواء ضعف أداء المعارضة السياسية. وبالتالي كل هاي العوامل اليوم تساعد الأسد أنه هو تساعد هذا النظام أنه هو يبقى اليوم موجود، يقدم هذا المشهد ليثبت للخارج، حتى مثل ما تفضلت أخ نوار بالبلاد اللي هي خارج سوريا، نرجع للمنظور الأمني اللي هو يتجاوز نطاق سيطرته للنظام. فهو اليوم نشوف المشهد اللي صار بلبنان ما صار ولا ببلد تاني بهذه الجرأة الحقيقة، أنه يطلعوا يحملوا صورهم بالرغم من معاناة السوريين اللي عم يعانوا بلبنان اللي هو أساساً وضعه سيء. فهذا يعني هذه للأسف يعني أنا آسفة على استخدام الكلمة، بس لهذا الحد من الوقاحة يعني بالترويج وكذا ما شفناه ببلد تاني. هذا الشيء ربما يفسر أنه هو المكان اللي هو قادر يصل له بوجود حليفه حزب الله، فهو هذا المشهد اللي متوقع نشوفه. يعني باختصار شديد اليوم النظام يريد أن يقدم صورة أنه لا زال موجود، لا زال قادر على أداء نفس المشهد اللي هو كان يؤديه على مدار 50 سنة. شكراً كثير أستاذة هادية للشرح الكافي والوافي وحول الموضوع اللي طرحته. أنا بننتقل هلأ للأستاذ قتيبة. عودة إليك أستاذ قتيبة هلأ بموضوع مرتبط أيضاً بالشأن أو الأهداف الدولية للنظام، روسيا أيضاً يعني شفنا أن روسيا أرسلت وفد مثل إيران لمراقبة الانتخابات، بس روسيا كان واضح أن روسيا عم تحاول تستثمر بموضوع الانتخابات. هل ممكن أنه نحن نشوف بالمستقبل محاولات روسية للاستثمار أكثر بنتيجة الانتخابات، بما يعني يدل على أن الشرعية تؤثر على بعض القرارات بموضوع هذه الشرعية المزعومة؟ العملية السياسية برأيك شو؟ بالإضافة إلى إذا بتحطنا بصورة الجانب الأمريكي هلأ حالياً، نحن شفنا إدارة بايدن كثير عم تتأخر بتصريحات، كثير عم تتأخر بأمور تتعلق بسوريا بشكل أساسي، شو ممكن نشهد بهالفترة القادمة؟ تفضل أستاذ. تمام شكراً جزيلاً لك. عم نحكي معك نحن ثلاث محاور، روسيا والانتخابات، العملية السياسية، وموقف الولايات المتحدة. بالنسبة للمحور الأول، الاستثمار الروسي بنتائج الانتخابات حقيقة بدأ بوقت مبكر، وكان في رغبة روسية واضحة باستثمار موضوع الانتخابات الرئاسية لدفعة كي تكون جزء من تنفيذ القرار 22-54 بشكل مماثل لموضوع اللجنة الدستورية بجنيف.
كان هذا الأمر واضح جداً من خلال تحركاتهم الدبلوماسية. بكل زيارة كان بيعملوا المبعوثين الروسيين للعواصم الأوروبية أو بيكون في أي لقاءات إقليمية، كان دائماً يصير في تواصل بعدها مع هاي الأطراف الإقليمية أو الأوروبية أو من طرفها للسؤال حول إمكانية اعتبار الانتخابات الرئاسية القادمة جزء من العملية السياسية وجزء من عملية الانتقال السياسي. فبالتأكيد روسيا ما لن توفر أي فرصة حقيقة لاستثمار أي عملية بيقوم فيها النظام لإعطاء غطاء الانتقال السياسي اللي وهي روسيا وافقت عليه بالقرار 2254. المشكلة دائما اللي بتحد عمليا من قدرة روسيا على هذا الاستثمار حقيقة هو النظام نفسه. النظام وجه رسالتين من خلال الانتخابات الحالية. الرسالة الأولى هي حقيقة رسالة استهزاء، ليس فقط بالسوريين وإنما بالعالم أيضا. البنية القانونية اللي حكيت عنها أستاذي هادية بشكل واضح اللي بتجعل من بشار الأسد عم يتسابق مع نفسه بالانتخابات. الصور اللي شفناهن عن بكل يعني ممكن نسميها بجاحة كيف العملية التصويتية تمت، وحتى النتائج بحد ذاتها يعني حتى مكاتب الأمم المتحدة اللي هي بتبالغ بأرقام السوريين الموجودين بمناطق النظام ما بتحط أرقام السوريين الموجودين بمناطق النظام بأكثر من 15 مليون سوري. فيأتي النظام ويقول إنه في 14.5 مليون سوري صوتوا لها بالانتخابات هي الحالية، فهذا يعني حقيقة مرة ثانية مو بس استهزاء بالسوريين وإنما باستهزاء بالعالم نفسه. وهذا هون نجي للرسالة الثانية واللي هي كتير مهمة وأعتقد هي بصالحنا ويجب علينا استثمارها بشكل كتير كبير. بشار الأسد أعطانا رسالة قوية بأنه أي انتخابات رح تجري، أي عملية سياسية ممكن تجري، هو رح يكون جزء منها، أو الكبار بنظامه رح يكون جزء منها، رح تكون من هذا الشكل الهزلي هذا، بحيث حتى هو تحت كل الضغوط الموجود حولها، تحت كل الالتزامات اللي موقع عنها حلفاء الرئيسيين روسيا وإيران، ما زال مصر على استخدام هي العملية الهزلية اللي شفناها بهذا الشكل، ليس فقط من ناحية من الصور اللي أوردناها، وإنما أيضا من ناحية الانتقامية من مبدأ إنه بشار الأسد نفسه أدلى بصوته الانتخابي بمدينة دوما على جثث السوريين ودمائهم يلي أهدرت بالمكان نفسه اللي صوت فيه. فهي الرسائل جدا مهمة حقيقة لاستثمارها، إنه أي عملية سياسية راح تتم مع هذا الشخص بالذات مع بشار الأسد والدائرة اللي حوله حتكون حصرا من هذا الشكل، لأنه ما شفنا أي تطور عمليا من 2011 لليوم بهذا المجال. الأمر الثاني اللي هو متعلق بالعملية السياسية، وهنا بنرجع للتحدي الرئيسي اللي هو أمام المعارضة. العملية السياسية اليوم هي في نفق مغلق حقيقة. في شعور عام لدى على الأقل بالولايات المتحدة لدى المسؤولين الأمريكيين أنه لا يوجد أي نتيجة من العملية السياسية حقيقة، سواء كان اللجنة الدستورية أو حتى مسار جنيف بحد ذاته. هذا ليس طبعاً دعوة للتخلي عن المسار، وإنما اعتراف منهم بعدم جدية النظام أو روسيا بتقديم أي تنازل ضمن هاي العملية. وهون بنجي للتحدي الأساسي المطلوب منا صراحة كمعارضة، ليس فقط كأجسام وإنما كسوريين ناشطين بالمجال السياسي. ما تطلب العملية ما يطلبه شركائنا الدوليين اليوم ليس رؤية بالضرورة لكيف رح يكون شكل سوريا بعد 20 سنة من الآن. ما يطلبوه هو شو هي الخطوات العملية اللي نحن يمكن من خلالها نوصل نكسب نفوذ، نقدر نجبر النظام أو روسيا يرجعوا لطاولة المفاوضات، يرجعوا يقدموا تنازل إن ما كان كامل وفق 2254، نقدر نوصل لحل وسط مع النظام أو روسيا للوصول إلى انتقال سياسي إذا ما كان في غضون 5 سنوات فضلاً 10 سنوات. وهذا التحدي صراحة رئيسي أمامنا، مو بس نحن كمعارضة سياسية ضمن مؤسسات بقدرات محدودة، بس كسوريين حتى بشكل عام. أنا عم شوف بشكل صراحة دوري عم يطلع كتير مبادرات جديدة من مجموعات سورية مختلفة، بس كلها عم تحكي حقيقة عن ما بعد الانتقال، إما عن فترة الانتقال السياسي أو ما بعد الانتقال السياسي. مو مشكلتنا اليوم نحن كسوريين إنه البحث صراحة عما يجمعنا كلنا بالضرورة، عما يجمع كل سوري من الـ 26 أو 27 مليون سوري موجود.
ما مشكلتنا اليوم هي البحث صراحة عن الطريق اللي يوصلنا للمساحة اللي نقدر نحن فيها كسوريين نقعد ونحكي مع بعضنا ونقول شو شكل المستقبل اللي حيكون لهذا البلد. نحن بيهمنا نركز على هي المرحلة بالذات، ما بيهمنا نركز اليوم شو شكل الدولة حيكون أو شو لون العلم أو شو شكل النظام بالضرورة، بقدر ما نفكر بالخطوات العملية اللي حتوصلنا للمرحلة اللي نتناقش بهي الأمور حقيقة. وهذا التحدي مرة تانية، هذا التحدي الرئيسي أمامنا جميعا، شكل من أشكاله اللي هو ذكرته أمام المعارضة، أنه هي تبرز نفسها كقوة قادرة تحكم السوريين، تحكمهم مو بمعنى تسيطر عليهم، تحكمهم بمعنى تخدمهم وتقدم لهم مستقبل، وتقدم نفسها كشريك سواء للدول الإقليمية يعني نحن بنسميها، خلينا نقول نحن للأسف بالمنطقة العربية نادي للأنظمة الدكتاتورية شئنا أم أبينا. بهذا النادي الموجود لهي الأنظمة كمان نحن محتاجين نقدم أنفسنا كطرف يمكن على الأقل لهي الأنظمة أن لا تحاربه، ما عم أقول أنه ممكن تتعامل معه، بس ممكن نقدم أنفسنا كطرف فهمان كيف هذا النادي عم يشتغل، شو مصالح هي الدول الموجودة اللي هي أقرب لنا قبل حتى ما نحكي عن مصالح الدول الأبعد. فهي من ناحية العملية السياسية. إذا نجي للإدارة الأمريكية اليوم، وحكون جدا صريح حقيقة، ربما في كثير من الزملاء بيختلفوا معي، ولكن أنا الصورة اللي بحب قدمها عن واشنطن هي الصورة التي أراها وليس الصورة التي أتمناها. نحن اليوم في واشنطن حقيقة في موقع دفاعي عن كل المكاسب التي اكتسبناها خلال 5 أو 6 سنوات الماضية. اليوم بالإدارة، في الإدارة الأمريكية الجديدة، في نوع من تخفيض مستوى الملف السوري، ليس فقط من ناحية عدم المتابعة فيه، في من ناحية أولى حجم التمثيل بالملف السوري. لليوم ما في ممثل دائم للملف السوري ضمن الإدارة الأمريكية، ما في موظفين عالين المستوى عملياً عم يتابعوا الملف بشكل سياسي. ضمن مجلس الأمن القومي مثلاً ملف سوريا وملف العراق محصورين بشخص واحد فقط. تخيل أنت أنه مجلس الأمن القومي الأمريكي في شخص واحد فقط هو بيدير ملفين بحجم سوريا والعراق. فهذا بيعطيك حقيقة، بيعطينا صورة عملية على مدى الاهتمام بأنه يتم تحقيق أي خطوات بالملف السوري. عدا عن ذلك، الأمر الآخر صراحة هو تأثير التقدميين ضمن الحزب الديمقراطي على الإدارة الجديدة، وتأثيرهم حقيقة كتير كبير. هذا حيأثر بشكل مباشر على النفوذ القليل اللي الولايات المتحدة عندها ضد النظام، ضد روسيا، ضد إيران، وخاصة في ملف العقوبات. فنحن من اليوم في أحاديث عم تتم، مثلا في عنا تحدي قادم هو تمديد قرار عبور المساعدات عبر الحدود خارج سيطرة الحكومة السورية. من الآن الإدارة الأمريكية عم تطرح موضوع مقايضة تخفيف جزء من العقوبات مقابل تمديد المعابر الإنسانية في الشمال السوري. الاستعداد أو المبادرة بهذا الشيء بوقت نحن من 6 أشهر للآن، من وقت ما استلمت الإدارة الأمريكية الجديدة لليوم، ما في أي إضافة على ملفات عقوبات قيصر، في تساهل بتنفيذ عقوبات قيصر. أستاذ نوال أنت بتعرف، متابع، عدة سفن إيرانية مثلاً محملة بشحنات نفط وصلت للشواطئ السورية لمرافق بانياس، مع هيك دون أي تدخل أو بما يبدو أنه في إذن أمريكي لهي السفن للوصول. ففي هذا التلكؤ صراحة الواضح بتنفيذ قانون قيصر أو المبادرة حتى بتقديم تنازلات مقابل ملفات أخرى. هذا بيحطنا بموقف صراحة محتاجين نكون أكثر نشاطاً وأكثر تفاعل مع الإدارة الحالية، بس أيضاً نكون أكثر فاعلين بفرض أنفسنا كلاعبين. وأنا هون أنا آسف أني بجوز كنا عم كرر، بس هذا الموضوع جداً مهم. تحدي الأساسي أمامنا نحن كمعارضة نفرض أنفسنا كلاعبين. برجع بقول مرة تانية، سواء بمراكز الأبحاث، بدوائر صنع القرار السياسي، بوزارة الدفاع أو بوزارة الخارجية، وأنا عملت مع زملاء عن زملاء من الإدارتين، التحدي اللاعبين الأساسيين اللي فرضين أنفسهم اليوم بالساحة السورية هو الثلاث لاعبين السيئين اللي ذكرتهم: بشار الأسد، مظلوم عبدي، والجولاني. إذا ما قدرنا نحن نفرض نفسنا كلاعب له قوة على الأرض، فعلا عنده أجندة ديمقراطية اللي من اللي دعا إلى السوريين من 2011. بدقيقة أستاذ قتيبة، تفضل. تماما.
يعني بوقت سواء اليوم أو بعد سنوات الدول رح تضطر تتعامل مع هدول اللاعبين السيئين لمصالحها صراحة اللي كتير ضيقة، سواء بموضوع اللاجئين، سواء بموضوع الإرهاب، أو سواء بموضوع فرض استقرار من شكل أو بآخر. فهي التحديات صراحة الموجودة لنا، سواء نكون فاعلين مع الإدارة، نوعى شو المكان الموجودين فيه، نحن بمكان لحتى ندافع عن مكتسباتنا صراحة أكثر ما نبني على مكتسبات جديدة، ونكون فاعلين بالمكان الصح يلي هو شمال غرب سوريا اليوم، لنبني هيكلية قيادة وسيطرة بهي المنطقة، تقدم نموذج حوكمي للسوريين والعالم. شكرا لك. شكرا استاذ قطيبة. حكيت انت فعلا صراحه حكيت شغله يعني خاصه عن موضوع الوضع الامريكي مع اداره بايدن. كلنا بنفكر بهالموضوع، بنفكر بسياستهم، بس دائما بنفكر بصوت واطي، انه ما بدنا نحكي بصوت عالي انه لا ليك في شيء عم يتغير، في شيء تغير. انت يعني انت الاقرب لهنيك وبتعرف بهي الامور، وبعرف انه اكيد دائما في شغل من قبلكم هنيك لتغيير هي الفكره او النيه من الجانب الامريكي. شكرا كثير كثير لك استاذ قطيبه. نختم اليوم مع الدكتور سمير وختامه مسك. يعني دكتور سمير، انا بعرفك متابع فيما يتعلق بالموضوع العربي وكيف تنظر العديد من الدول العربيه للملف السوري من مختلف النواحي. شاهدنا اختلاف بردود وتباين بردود الأفعال حول الانتخابات، ولكن قبل كان في نشاط عربي ملحوظ عم يعود عم يرجع إلى سوريا. أنت حضرتك كيف بتشوف هذا الموضوع فيما يتعلق بكيف تعاطى الدول العربية مع موضوع الانتخابات، بالإضافة إلى هذا الأمر وين ممكن يتحول، لوين ممكن نشوف؟ هل رح نشهد مثلا هلا بعد هالانتخابات إقبال أكثر من الدول العربية على النظام؟ هل رح نشهد فتح سفارات جديدة؟ تفضل أستاذ دكتور. شكرا جزيلا دكتور أستاذ نوار. من البداية يعني في الفترة الأخيرة كثر الحديث عن تطبيع العلاقات العربية السورية أو مع النظام السوري. طبعا إذا أردنا أن نعرف الحقيقة لنعكس السؤال، يعني هل هناك قطيعة عربية مع النظام السوري؟ طبعاً إذا نظرنا حتى للجدول الدول التي فتحت فيها السفارات وجرت فيها الانتخابات، يعني الدول العربية التي لم تجري فيها الانتخابات دول قليلة جداً، يعني السعودية وقطر وبعض الدول الأخرى. فبالشكل عام ليس هناك قطيعة كبيرة يعني عربية مع النظام السوري. بقية السعودية وقطر ممكن موقفهم أقوى من بقية مواقف الدول. أغلب الدول الأخرى هناك علاقات ولو على المستوى الاقتصادي والأمني إذا لم يكن هناك سفارات مفتوحة. يعني فالحديث الآن يعني التطبيع أو عودة العلاقات العربية هو مهم من ناحيته. الناحية الأولى هو استعادة النظام السوري مقعده في جامعة الدول العربية. طبعا جامعة الدول العربية ليست تلك المؤسسة المهمة أو المنظمة الفاعلة في الشؤون السياسية والاقتصادية وغيرها، لكن النظام يريد العودة إليها لأن جامعة الدول العربية منحت المعارضة مقعد السوري في الجامعة، فعودة النظام إليه يعني استعادة شرعيته الكاملة لدى الدول العربية، أن أنتم منحتوه للمعارضة الآن تعيدوا له شرعيته في هذه الجامعة. النقطة المهمة الأخرى هي موضوع إعادة الإعمار. النظام يركز في إعادة أو يبحث عن إعادة علاقته مع الدول العربية الغنية وخاصة السعودية والدول الخليج العربي، لكن خاصة السعودية وقطر لن تتخذ هذه الخطوات بشكل سريع وبخطوة يعني مباشرة في هذا الموضوع. ربما يكون هناك خطوات بالتدريج لعودة العلاقات، وفي النهاية يكون هناك إعادة فتح لسفارات أو استعادة العلاقات مع النظام السوري. فالانتخابات هل ستنعكس بشكل إيجابي على العلاقات النظام السوري مع الدول العربية؟ لا، ليس بشكل كبير، وخاصة أن الدول التي كان لديها رغبة بعودة العلاقات أعادتها حتى قبل الانتخابات كالإمارات والبحرين وغيرها من الدول. بالنسبة للدول الأخرى ربما تعيد علاقاتها بالتدريج، وذلك وفقاً لتطور الأزمة السورية وليس وفقاً لنتائج الانتخابات. نعرف هناك يعني محاور جديدة في المنطقة ربما تتشكل في الفترة القادمة، وخاصة مع المصالحة أو عودة العلاقات التركية المصرية
عودة العلاقات التركية السعودية، كل هذه ستنعكس على الوضع في سوريا والعلاقات النظام السوري مع الدول العربية. طبعا هناك انتظار كما ذكرت في البداية، يعني كما ذكر الأستاذ قتيبة، يعني الإدارة الأمريكية الملف السوري ليس من أولوياتها. فأنا باعتقادي يعني سياسة الرئيس الجديد بايدن لن تختلف بشكل كبير يعني عن سياسة أوباما. وحتى إذا نظرنا في الأعوام الأخيرة للفرق بين الجمهوريين والديمقراطيين، أنا أصفها أن الديمقراطيين يعني كثيري الأقوال قليلي الأفعال، بينما الجمهوريين بالعكس يعني كثيري الأفعال قليلي الأقوال. وحتى أقولها دائما، أخشى أن يأتي يوم نترحم على أيام الرئيس ترامب يعني بالنسبة للقضايا السورية وللقضايا العراقية وموضوع الملف مع إيران. فكيف ستكون السياسة الأمريكية وسياسة بايدن تجاه المنطقة، هذا هو الذي سينعكس بشكل أكبر على العلاقات العربية مع النظام السوري. ربما الأستاذ قتيبة ذكر قبل ذلك موضوع مقعد النظام السوري في جامعة في الأمم المتحدة. أنا غير متفائل بهذا الموضوع، نتمنى ذلك، لكن دائما حتى طرحها أحد المسؤولين السياسيين في إحدى الجلسات يعني كنت موجود فيها، تقولون أن النظام غير شرعي. طب إذا سلمنا هذه المواضيع للائتلاف، هل الائتلاف يعتبر نفسه ممثل شرعي للشعب السوري؟ طبعا بوجهة نظري يمثل جزء من المعارضة السورية، والائتلاف مع الأسف يعني نحكيها بحرقة يعني لم يستغل الفترة الماضية، فترة الهدوء اللي عاشتها الجبهات على الصعيد العسكري لتعزيز شرعيته، لتعزيز تواصله مع الشارع المعارض الذي هو اللي يشكل الدافع الأساسي له. فهناك أتوقع يعني سيناريوهين للوضع السوري وفقا للعلاقات الروسية الأمريكية، فربما يتجهون إلى تجميد الوضع على ما هو عليه، أن تبقى الأمور على ما هي عليه في هذه الفترة حتى يعني يصل الأطراف كلها إلى مرحلة انهاك القوى كما حصل في لبنان. يعني الحرب الأهلية اللبنانية تعرفون استمرت 15 عاماً أو أكثر، يعني حوالي 15 عاماً، تركوا الأطراف حتى وصلت إلى درجة انتهكت قواهم، حتى بدأوا في مؤتمر الطائف ووضعوا الحل على الطاولة وأجبروا الجميع عليه. فهذا السيناريو متوقع في الفترة القادمة، يعني موضوع الانتخابات لن يكون لها تأثير كبير. ربما يقولون تعالوا نعم الأوضاع العسكرية تبقى على ما هي عليه، اعملوا باللجنة الدستورية، طبعا اللجنة الدستورية غير محددة بجدول زمني، يشغلون الناس فيها لفترة طويلة وتبقى الأمور على ما هي عليه، إلا إذا خرج الصراع في سوريا والأزمة في سوريا عن الخطوط الحمراء التي وضعتها أمريكا وروسيا. يعني أمريكا حاليا تتبع سياسة إدارة الأزمة أكثر من أن تكون فاعلة فيها، فإذا خرجت الأمور عن الخطوط الحمر ربما تختلف الأمور، لكن طالما الأمور تمشي في هذا السياق المرسوم لها فستبقى الأمور على ما هي عليه باعتقادي. طبعا فالانتخابات بشكل عام يعني بنقطة أخيرة لن أطيل، لن تغير شيء كبير لا في العملية السياسية لا في الأوضاع العسكرية ولا حتى في الأوضاع الاقتصادية اللي موجودة. سنرى الأزمة الاقتصادية تعود إلى من كما كانت يعني في فترة ما قبل الانتخابات، وخاصة في مناطق النظام. هناك قضية جوهرية ومهمة ذكرها الأستاذ قتيبة، موضوع المعابر، هذه في الفترة القادمة ستكون تحدي كبير للمعارضة وللدول المؤيدة للمعارضة أو للثورة السورية. وشكرا. شكرا جزيلا دكتور سمير، وشكرا للضيوف الأفاضل، كانت صراحة ندوة مثيرة وغنية بالمعلومات. صراحة على الصعيد الشخصي أنا استفدت منها، طرحت يعني أغلب الأسئلة اللي طرحتها كانت هي أسئلة عم تدور ببالي أنا، وأظن عم تدور ببال الجميع. شكرا لحضوركم جميعا، وشكرا للأخوة المتابعين. لح نختم الآن، ونتمنى أنه بالمستقبل يكون في ندوات أكثر وتكونوا معنا مرة ثانية. شكرا جميعا، شكرا أستاذ قتيبة، شكرا أستاذ منير، شكرا أستاذ هادية، وشكرا دكتور سمير.